لما بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم عن منظومه محترفه، بنتكلم على لاعب، بنتكلم على اداره، بنتكلم على مجلس اداره، بنتكلم على مدير فني، بنتكلم على جمهور. هي كده خلطه بتطلع لك النادي الاهلي في الاخر. انا عايزه اروح تاني لنقطه الجيل الذهبي اللي احنا وقفنا عندها، وليه بيتقال على جيل ذهبي وممكن يكون جيل تاني بيحصد بطولات اكتر بس ما اتقالش عليه كده؟ خليني اعرف من حضرتك. خلينا نقول كمان حلوه التقديمه اللي انت عملتيها دي، والزوم ان اللي خارج من على البونبون بتاع الشغل ده عالي. الاخراج ده حصل هنا شغل عالي، شغل جامد قوي بتاع الزوم اللي جاي لي من على النادي ده، بيحسسني قد ايه انا بنتمي لهذا الشكل الجميل. ولو كان عندنا وقت كنا نزلنا بموسيقى تصويريه كمان. انا عايز اقول لك انا كل من ينتمي لهذا الكيان، ايوه يعني مبروك عليه بصراحه حقيقي. كيان فرض نفسه، دستوره فرض نفسه، زي ما بنقول العيله الواحده بقت العيله الذهبيه دلوقتي. صحيح، بقت الاجيال الذهبيه بقناه الاهلي لو سمحت. ما تنسناش حلو علينا يعني انت بصراحه برضو احنا بنجتمع أيوة. مع بعض دايما في افراح الحمد لله وربنا يديمها يعني. ف جيل ذهبيه، ما فيش حد دخل النادي الاهلي وما بقاش في جيل ذهبي، ولو لعب 10 دقائق هتلاقيه في ال 10 دقائق اللي لعبها دي بقى صاحب بطوله، بقى صاحب صوره، بقى صاحب ذكرى، بقى ليه كيان، بقى ليه اسم، خرج من عندك وراح لحد تاني، توهج ورجع تاني، ودنيا بتدور حوالين هذه القلعة الحمراء بدستور واحد. أيوة حلوة دي. مبادئ اللي تأسست عليها الحكاية كلها من 1907. كان في ناس شخصيات عظيمة أرسوا قواعد الأخلاق والمبادئ اللي الدنيا تمشي عليها، وكان يواكبهم في نفس العصور وفي نفس الشكل جميع الانديه الحقيقه. ما كانش فيه الزيطه والزنبليطه يعني في الصالون دي اللي هي بتاعت السوشيال ميديا والحاجات دي، وكل واحد ليه انتماء، وكل واحد كان فيه شخصيات عظيمه. انا يمكن لحقت السبعينات والحاجات دي اتحاد الكوره، شخصيات عظيمه جدا كانوا بيمثلوهم من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي ومن الدنيا كلها موجوده في هذا الكيان الكبير. نواب تحس نائب محمد احمد وانت قاعد تتكلم، حسن الساده، اسماء ملتصقه بذهن الواحد كنا بنتعلم منهم. اتعلم منهم ازاي لما اجي العب انا لعيب كوره التيشيرت بتاعي يبقى مكوي، والشورت والشراب والجزمه متلمعه، تعدي بس عشان كنا بنعسكر في الاتحاد عشان اعدي اخش اتمرن في النادي الاهلي في المنتخب اللي هو بيتي برضه، تحس ان انا لازم الشكل اللي يليق بهذا الكيان، ما يليق بالاتحاد وما يليق بالنادي الاهلي. صحيح. وده بيمشي معاك بقى لحياتك كلها، بيمشي معاك يواكبك في لعبك، يواكبك في وجودك في الملعب، صلتك بالجماهير، حب الناس ليك، حبك للكيان اللي انت منه. فخلينا نرجع للكيان بتاعنا الاجيال الذهبيه، هي دي اتربت على ده بس. حتى المدرب لما بيجي بسرعه صحيح بيفهم ايه هو الكيان، زي ما حصل مع موسيماني نفسه، يقعد مع حسن حمدي شويه، يقعد مع كابتن خطيب شويه، يقعد مع صالح سليم بس 5 دقائق اللي هو الفتره اللي احنا عايشين فيها يعني عشناهم مع جميع الرؤساء اللي كانوا موجودين، يفهم الحكايه بسرعه، يفهم هو فين. كان عنده حلم انه يبقى موجود فلاقي الحلم حقيقه، فما عليه غير ان يمشي مع الناس دي في الاسلوب بتاعهم وطريقتهم ودستورهم. صحيح. فلاقيه هو كمان بينمو وبيعلو. فانت بتقولي جيل ذهبي، بقى موسيماني بقى الاجيال الذهبيه مع اللعيبه دي ممكن يكون بيصنع هذا الجيل فعلا. اللعيبه دي تطمح لنفسها، ما تكسلش، عندهم فرصه ذهبيه كبيره جدا. أيوه. انك انت بتاخد كل حاجه، الناس مدعماك في كل حاجه، محدش بيقول لك حاجه، انت كل عليك انك تعيش كلاعب كوره بس. صحيح. تأدي الموهبه اللي ربنا ادها لك. تلتزم. صحيح.